Hello, grade 3. First term. Unit 5. Yesterday evening. يعني مساء أمس. Listen 2. تعالوا مع بعض كده نشوف listen 2 بيكلمنا عن إيه ونبدأ مع بعض. يلا نبدأ مع بعض ونشوف new words بتاعتي النهاردة إيه. Buy يعني يشتري. Tear يعني يمزق. Vase يعني زهرية. Book يعني كتاب. Noise يعني ضوضاء. Grammar. The past simple tense هو زمن الماضي البسيط. أخذنا قبل كده the past simple tense with regular verbs، وعرفت إن أنا regular verbs فعل منتظم عشان أحوله لزمن الباست بحط في آخره ed. Today هناخد the past simple tense with irregular verbs. يعني إيه irregular verbs؟ Regular verbs يعني أفعال غير منتظمة. أفعال غير منتظمة لا تقبل الـ ed عند تحويلها لزمن الباست. طيب بتتحصل لها إيه عشان تتحول لزمن الباست؟ بتتغير الشكل والنطق. طيب الفورم بتاعي عشان أكون sentence في زمن الباست simple tense بعمل إيه؟ ببدأ بالsubject، بعد كده بحط الverb in the past. تعال نشوف مع بعض كده مجموعة الأمثلة دي هتبدأ تكوين الجمل في زمن الباست ازاي. Examples. Number 1. Yesterday Ali went to the club. Yesterday ديت من الكي ووردز بتاعت الباست سيمبل. Ali went. Ali ده السبجكت بتاعي، بعد كده went ده الباست بتاع go. Another examples. Number 2. Last week she tore her book. Last week هي مزقت ايه الكتاب بتاعها. Last week من الكلمات اللي بتدل على زمن الباست سيمبل. She السبجكت بتاعي وبعد كده الفيرب in the past. Number 3. We made noise in the street. احنا عملنا ضوضاء في ايه الشارع. We السبجكت بعد كده made الباست بتاع make. Number 4. She broke the vase yesterday. هي كسرت الفاز yesterday امبارح. زي ما احنا شايفين كده المرة دي جت yesterday هي في اخر الجملة. يبقى انا عندي الكيوردز الكلمات اللي بتدل على الزمن اللي هي yesterday ولاست، واللي احنا عارفين ان اللاست مش بتيجي لوحدها، يا إما بتيجي في أول الجملة يا إما في آخر الجملة. Number 5. They bought a new car last year. هما اشتروا سيارة جديدة last year العام الماضي. طيب they subject bought هو الverb in the past. طيب تعال نشوف مجموعة الأفعال اللي هي اتحولت في الأمثلة اللي فاتت وبقت في زمن الباست سيمبل. أفعال irregular، أفعال غير منتظمة. عندي present يعني مضارع وباست يعني ماضي. Go went. Buy bought. Buy الباست بتاعها bought. Tear, tour. Make, made. Break, broke. زي ما احنا شفنا كده مجموعة الأفعال اللي قدامي ديت الريجولار، أفعال غير منتظمة وتحولت للباست باللي قدامي ده. تعالوا نطبق مع بعض كده اكسرسايز بسيط نستخدم فيه الافعال الريجولار ونبدا نحل مع بعض. كومبليت
Number one. I space to the club yesterday. I space to the club yesterday. Space ده هو الفراغ، النقط اللي قدامي دي يا ترى هحط فيها ايه؟ أنا إلى النادي أمس. طيب هحط ايه؟ مين شاطر يرد عليا؟ Excellent، كل واحد رد عليا. I went to the club yesterday. أنا ذهبت إلى النادي أمس. Number two. They space noise in the street last night. They space noise in the street last night. هي هنحط إيه في النقط اللي قدامي دي؟ برافو، هنحط made. They made noise in the street last night. ليه حطيت made يا سنة تالتة؟ عشان بيقول لي عندي last night. last night ديت الليلة الماضية، حطيت made الباست بتاع make. excellent. Number three. Yesterday she space her book. Yesterday she space her book. هي شطار. She tore her book. She tore her book. هي مزقت كتابها. طب ليه حطيتها في زمن الباست سيمبل؟ عشان عندي في أول السنتنس بتاعتي عندي كلمة yesterday. yesterday يعني أمس. excellent. Number four. She spaced a new dress last week. She spaced a new dress last week. هنحط ايه في النقطة سنة تالتة؟ She bought. She bought a new dress last week. هي اشترت فستان last week الأسبوع الماضي. Last week جت لي في آخر الجملة المرة دي، وبقى أنا عارفة إن هي من الكلمات اللي بتدل على زمن الباست سيمبل. وبوت الباست بتاع excellent. باي. نمبر 5. Ali space the vase yesterday. Ali space the vase yesterday. هحط ايه في الفراغ اللي عندي دي؟ في النقط اللي عندي دي هحط ايه سنة تالتة؟ هي علي broke. Ali broke the vase yesterday. علي كسر الفاز امبارح. طب ليه حطيت broke يا ميس؟ ليه حطيتها في زمن الباست سيمبل؟ ما انا عندي اهو في اخر الجمله كلمه يسترداي. يسترداي من الكي ووردز بتاعتي، من الكلمات اللي بتقول لي انا في زمن الباست سيمبل. وبكده يا سنه ثالثه اكون شرحت معاكم الايريجولار فيربس ان ذا باست سيمبل تنس في زمن الماضي البسيط. يا رب يكون سهل علينا، ويا رب نكون وصل لنا بسهوله. جود باي.